مواصفات الكتاب المدرسي. أولا المقدمة. يتكون الكتاب المدرسي النموذجي من الآتي: أولا، تشمل على الأهداف التعليمية العامة التي سيحققها تعلم مادة الكتاب المدرسي. ثانيا، تبين المبادئ النفسية والتربوية التي روعيت في تأليف المحتوى وتنظيم المادة التعليمية. ثالثا، تتبع أسلوب الحوار الذاتي المباشر مع المتعلم والمعلم. وأخيرا، تشير إلى الوحدات التعليمية والموضوعات الرئيسية التي تعالجها مادة الكتاب المدرسي. ثانيا، الأهداف التعليمية التعلمية. أولا، تظهر في مقدمة كل وحدة تعليمية وتكون مرتبطة مع الأهداف العامة للكتاب المدرسي الواردة في المقدمة. ثانيا، تعكس سلوكا متوقعا من المتعلم. ثالثا، تشمل في مجملها على نتاجات التعلم الثلاثية: المعرفي، الوجداني، الأدائي. وأخيرا، تمثل نتاجا قابلا للقياس والملاحظة. ثالثا، المحتوى. أولا، يعبر عن المحتوى مضمون الوحدة التعليمية برسم توضيحي لوحة تتبعية تكون في مقدمة هذه الوحدة. ثانيا، تقسم الوحدة التعليمية على موضوعات رئيسية وقصيرة. ثالثا، يعالج كل موضوع مفهوما رئيسيا من مفاهيم الوحدة. وأخيرا، تسلسل المادة العلمية تسلسلا من المعلوم إلى المجهول ومن البسيط إلى المركب. رابعا، الأنشطة التعليمية التعلمية. أولا، تستند إلى الأهداف التعليمية الخاصة بالوحدة التعليمية. ثانيا، تناسب مستوى نضج المتعلم وخبراته. ثالثا، تقبل التطبيق والتنفيذ في إطار الإمكانات المتوفرة في بيئة التعلم. وأخيرا، توظف الوسائط والتقنيات التعليمية المتعددة وذات الصلة.